اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيجي لنا كتير، ماذا يفعل من كان لا يصلي ثم تاب إلى الله عز وجل وأراد أن يصلي؟ للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن التوبة تجب ما قبلها. عندما أتى عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلن إسلامه، فمد له النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو، فإذا به قد سحب يده، فقال: أشترط أن يغفر الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، والحج والصلاة كل ده. فإذا فقالوا: إن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل. ومنهم من قال أنه لابد أن يصلي هذه الصلوات التي فاتت، يعني مثلا هو بدأ، يعني مثلا عنده 20 سنة وكان المفروض من 7 سنين عنده 13 سنة، فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة 13 سنة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا تذكرها، فليس لها كفارة إلا ذلك. فعليه أن يصلي مع كل صلاة فاتته هذه الصلاة على مدار مثلا 13 سنة مثلا أو 12 سنة، بعد الصلاة ما كانش بيصلي فيها. والرأي الثالث أن يكثر من السنن في الصلاة، السنن الراتبة الغير راتبة، من قيام الليل، أيضا من سنن الوضوء، أن يصلي ركعتين، يعني سنة الوضوء، يعني حتى يعني استناد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فانظروا إذا كان في نقص من الصلاة فخلاص بيأخذ من هذه الصلاة السنن، فإذا كان في نقص وضعت أي على الصلاة. وهو الرأي الراجح الذي تستريح له النفس أن يكثر من صلاة النافلة. عندك 12 ركعة كل يوم مثلا، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، دول 12. وعندك 10 سنن غير راتبة، 2 سنن غير 2 بعد الظهر زيادة، و4 قبل العصر، و2 قبل صلاة المغرب، و2 قبل صلاة العشاء، وعندك قيام الليل 11. صدق لو انت حسبتهم مع بعضك اليوم 50 ركعة، 17 فريضة، صح؟ اه صح. و12 سنة راتبة يبقى 29، و10 غير راتبة يبقى 39، و11 قيام ليل هي 50 ركعة، هتلاقيهم كده 50 ركعة، سبحان الله. طيب احنا نعمل ايه؟ اقبل على الله عز وجل. اذا كنت ما صليتش العصر، قوم دلوقتي توضى وصلي العصر بسرعة، انت او امي او اختي اللي قاعدين دلوقتي، اياكم ان انتوا تسيبوا صلاة، فالصلاة صلة بين العبد وربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلاة، وأن يجعل قرة أعيننا في الصلاة. بحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.